وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام سبورت. لجنة الكرة تجتمع مع البدري لمناقشة احتياجات الفريق. ومن الجمهورية الأهلي بدون قلب دفاع أمام دجلة. من المصري اليوم أيمن أشرف يزيد أوجاع البدري قبل مواجهة دجلة. من الوطن سبورت الشناوي يقترب من العودة لعرين الأهلي أمام وادي دجلة. ومن الشروق مليون جنيه زيادة في عقد مؤمن زكريا مع الأهلي. من اليوم السابع الأهلي يختتم استعداداته لمباراة وادي دجلة. ومن فيتو الأهلي يخاطب الفيفا للحصول على مستحقات مروان محسن. في الجول الأهلي يعلن خطة طرح وأسعار تذاكر ودية أتلتيكو مدريد. ومن دوت مصر البدري الإمارات تمنح السوبر مذاقا خاص. وأخيرا من يورو سبورت عربية أزارو جاهز لمواجهة دجلة. وإلى هنا تنتهي نشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.